كل شخص جواه حكاية وكل بيت جواه حكايات. والحقيقة النهاردة أنا هحكي لكم حكاية غريبة جدا. بنوتة جميلة اتخطبت زي أي حد، وفترة خطوبتها عدت على خير، ما فيهاش أي مشكلة ولا أي حاجة خالص، واتجوزت. وفي أول يوم جواز ليها اكتشفت إن جوزها مريض نفسي، جات له حالة صرع وتشنجات، واتصلت بأهله وقالت لهم تعالوا شوفوا في ايه. فلما راحت المستشفى اكتشفت ان هو مريض نفسي بقاله 10 سنين. فطبعا جات لها حالة من الصدمة، ولكن تعايشت مع الموقف وقعدت معاه حوالي 4 أو 3 شهور متجوزاه، وبعد كده اتطلقت. هنا بقى سؤال للأهل، ازاي الأم والأب أو أهل الزوج يرضوا ان هما يجوزوا ابنهم لمجرد ان هما يجربوا؟ يعني احنا هنجرب ان هو يتجوز، يمكن ربنا يصلح حاله او يمكن يخف. يعني هو بنات الناس للتجربة. يعني مثلا بلاقي امهات عيالهم مثلا اللي هم الشباب يبقى مدمن مخدرات او غير ملتزم اخلاقيا او مريض نفسي زي ما قلنا، ازاي تقبلوا ان انتوا تجوزوه علشان خلاص ربنا يصلح حاله؟ يعني هو لو مريض طبعا ربنا يشفيه، وملناش ان احنا نتكلم في الموضوع ده، ولكن كنت وفرت حق الخطوبة وحق الجواز والحاجات الكبيرة دي وكنت عالجتوه. لكن انتوا يعني البنت اللي انا بحكي عليها دي لما بعتتلي حكايتها اتدمرت نفسيا، بيتها اتخرب، بقت مطلقة. طب وليه كل الأذية دي؟ يا جماعة بلاش يعني تبنوا حياتكم على أذية الناس التانية. احنا البنات مش في حقل تجارب ان احنا بنجرب يلا فيهم عشان نشوفهم، يمكن ابني يبقى كويس، يمكن يتصلح حاله، يمكن يبقى عايش كويس. وفي نفس الوقت انتي اصلا بتضغطي على ابنك. يعني القصة اللي انا بحكيها لكم النهاردة، البنت دي جوزها كان على طول بيصوت وكان على طول بيتشنك، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. كانت لو جت سلمت عليه ومسكت ايده كده كان بيفضل يصوت، لدرجة ان هو كان عايز يرمي نفسه من البلكونة. يعني حالته صعبة جدا. فاللي انا عايزة اقوله له اللي انا عايزة اقوله ان انتوا تراعوا ربنا، ان انتوا تخلي بالكم من الحاجة اللي زي كده، تعالجوا اولادكم، ما تدخلوش حاجة كبيرة زي كده وتضحكوا على الناس علشان عيالكم. لازم يبقى في صراحة ولازم يبقى في صدق. هي قبلت، هي حرة، ما قبلتش برضو عادي. بس يعني بطلب من الاهل ان هم يراعوا ربنا وان هم يبقوا كويسين، علشان يا جماعه دي حياه. في ناس بيتخرب بيوتها وفي ناس بتتدمر نفسيا عشان انتوا عايزين تجوزوها ابنكم عشان يتصلح حاله. الكلام ده غلط. بلاش بقى نفكر برجعيه وبلاش نفكر بطريقه يعني متخلفه، خلينا نفكر باسلوب كويس. يعني الحكاية دي كده يعني أنا حكيتها كمان بأسلوب مبسط، الحقيقة أكتر من كده بكتير. فيعني ربنا يهدي، مش عارفة الصراحة أقول إيه، بس ربنا يهدي. وطبعا البنت حالتها نفسية وحشة جدا، فربنا يصلح الحال للجميع ويشفي الشخص التاني. اللي عايز يتواصل معانا وعايز يبعت لنا حكايته، في أرقام هتتحط ممكن يتواصل معانا ويحكي لنا حكايته، وانا هطلع بيها الحلقة الجاية. بس كده. احنا بقى الحلقة اللي فاتت في بنات كتير جدا سألوني على الميك اب ارتست نونا، وكانوا عايزين يتواصلوا معاها. فبرضو احنا النهاردة هنحط اللينكات بتاعتها وارقام تليفوناتها علشان تقدروا تتواصلوا معاها. الصورة دي كانت بتدي كورس لوكات جميلة جدا ما شاء الله. اللوك ده كان جميل جدا، ده في رأس السنة. اللي عايز يتواصل معاها بقى كل بياناتها موجودة تحت على الشاشة. ده كان لوك جريء شوية علشان رأس السنة وعاملة فورمة غريبة. دي عروسة ما شاء الله، اللوك بتاعها حلو قوي، ميك اب الافراح. ده لوك سيمبل وده كمان لوك سيمبل، وبرضو شفته قبل وبعد يعني في فرق طبعا. اللوك جميل جدا. دي عروسة تانية.
وده برضو قبل وبعد، طبعا في فرق كبير. ونطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. زي ما بنهتم بشكل الميك اب بتاعنا، لازم برضو نهتم بشكل ضوافرنا والعناية بيها. بلاقي بنات كتير الميك اب بتاعهم تحفة جدا، ولاقي ضوافرهم شكلها مش حلو او متكسرة. احنا النهاردة بقى معانا خبيرة في الضوافر وخبيرة في العناية بيها وفي كل حاجة تخصها. معانا النهاردة كلارا ابراهيم. ازيك يا كلارا، عاملة ايه؟ تمام، ايه الحمد الاخبار؟ لله كله تمام. دخلتي بقى ازاي المجال ده؟ انا في طبيعتي انا كنت بحب قوي الميك اب، بهتم بضوافري قوي من وانا صغيره اساسا. اه في الاول اشتغلت في سبا، بس كنت يعني في الريسبشن، فكنت بتفرج على البنات اللي بتشتغل في الاكريليك وفي الضوافر في الحاجات دي عموما، فلقطت كده كام حاجه. انا ما كنتش لسه ابتديت فيها، اه لقطت بس، فبصراحة عجبتني قوي وعجبتني الفكرة، وكانت فكرة في دماغي جدا وعايزة انفذها اتحمست لها. قوي، لان انا اصلا بحب مجال التجميل عموما. اه فبعد كده بقى بعديها بشوية سبت السبا خالص، ابتديت اخد كورسات، أو ابتديت انمي نفسي، ابتديت يعني ابتدي مع نفسي انا الاول، وبعد كده اشتغلت بقى أو بعد الكورسات. بس ابتديت مع نفسي، مع اهلي، مع عيلتي، بتجربي فيهم. او بالظبط كده. أو بس وبعد وبعدين كده ابتديت بقى اشتغل واحده 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 ورا التانية، والحمد لله بقيتي الدنيا خبرة ماشيه ما شاء الله، معايا. خبيرة في الحمد لله الموضوع ده ما دلوقتي شاء الله. الدنيا تمام. عرفينا بقى ايه هو الهارد جيل، ايه هو الجيل بوليش، ايه هو التريتمنت، وايه الفرق ما بينهم؟ الهارد جل ده لو واحدة ضوافرها يعني ما فيش ضوافر، انا يعني احيانا بيجي لي ناس ضوافر على اللحم مفيش ضوافر خالص، فتيجي تقولي انا عايزة اعمل شيب لضوافري، عايزة اعمل شكل لضوافري عندي مناسبة، فبنحط لها ضوافر، بس طبعا بتبقى مخصوصة للحاجات دي مش ضوافر عادية. أو وببتدي في مادة هي الهارد جل دي، ببتدي ابني بيها، ببتدي اعمل خطواتي الاستبات بتاعتي هي بتبقى وابتدي عبارة ابني عن ايه المادة. اصلا؟ مادة لزجة خالص كده، عاملة زي الشمع كده، أو حاجة يعني خفيفة، بتتحط على الضوافر مرة واتنين طبقتين، في ناس بتحط أكتر في ناس بتحط أقل على حسب اه كل اللي واحدة هي دي بتشتغل ازاي. ده هارد جيل. بالظبط ده اه هارد جل، جميل جدا جدا. بس ده هارد جل عليه جل بولش ورسم. يعني ايه ده، ممكن الاثنين يتحطوا على بعض؟ ممكن في طبعا ممكن الاتنين يتحطوا على اه بعض عادي، وفي ناس تعمل الهارد جل بتسيبه بلونه الطبيعي، ولونه بينك بسيط هادي خالص، بتسيبه باللون الطبيعي بتاعه بيبقى برده اه شكله حلو ده قوي. الهارد جل. ده ايه، ده ايه يا كلارا؟ لا ده جيل بوليش. ده جيل بوليش. ايه بقى هو الجيل بوليش؟ ده بيبقى لون بس، مجرد لون على الضوافر الطبيعيه، بس او كده بيتحط على برده الهارد جل زي ما قلت لك. يعني، هو ده. انا لو شفت الضوافر مش عارف افرق من الحاجات اللي انت بتقولي ده عليها كده دي. هارد جل بجيل بولش، ده هارد هارد جل. جل بجيل بوليش، يعني انت بتخلطي ما بينهم، بالظبط. ما ينفعش كل حاجه لوحدها. ممكن كل حاجه لوحدها اه طبعا، ممكن ده هارد جل ده هارد بجيل جل. بوليش. يعني دي تمام. ما هي كانت ما عندهاش ضوافر، اه ضوافرها على صغيره اللحم خالص. خالص، دي كانت عروسه وعايزه طبعا ضوافر، وعايزه ضوافرها تظهر، اه فعملنا لها شكل الشيب اللي حضرتك شايفاه، ايوه وعملنا عليه بقى الرسمه اللي هي اختارتها باللون اللي جميله هي جدا اختارته. ورقيقه جدا. وايه بقى هو التريتمنت؟ ودي ضوافر بتاعت الرجل. دي برضو دي الضوافر بتاعتها كان فيها مشكلة، اه يعني الضوافر ما كانتش مظبوطة. ده هارد جل في الرجل، هارد جل في الرجل. يعني ده اكستنشن، هي ضوافرها كان زي ما تقولي في حتة مفتوحة بايظه بايظ، خالص. يعني مش اه كويس اه شكله مش حلو. اه طبعا انا فظبطيها. بنضف الضوافر كويس جدا عشان ما يحصلش مشكلة فيها، اه وببتدي اظبط واحده واحده، وببني عليها برضو الهارد جل زيها زي الضوافر بتاعت وتحطي الايد. له بالظبط مانيكير وتلونيه بالظبط، كده هي يبقى بتختار جميل اللون وشكله حلو. والرسمه. ودي كمان دي ايه بقى؟ ده برضو جل بولش ده على جيل ضوافر بولش. طبيعيه، اه ده جل وده جل على ضوافر طبيعيه. امال ايه بقى التريتمنت ده؟ التريتمنت ماده زيها زي الهارد جل بالظبط، بس
بتقوي الضوافر يعني. في ناس بتيجي معالجه يعني بالظبط، في ناس بتيجي ضوافرها بتبقى عارفه اللي هو بتتني متكسره، بتبقى ضوافرها حلوه بتطول طولها حلو، بس مع الميه ومع شغل البيت طبعا ضوافر بتتكسر خالص، فهي بتبقى عايزه ضوافرها طويلة عشان بتحبها وعجباها. فبنحط ماده التريتمنت دي دي على برضو الضوافر. بتبقى نفس يعني شكلها ايه، عباره عن ايه؟ ازازه برضو يعني غير الهارد خالص، هي ماده اخف من الهارد شويه على الضوافر زي المانيكير مثلا بالظبط. الشفاف ده. بس هي ليها لون يعني، ليها الوان مش لون واحد. لا مش لون واحد، ده ليها الوان كتيره قوي. ماده برضو بتتحط، ممكن تسيبها بلونها عادي، لونها بينك خفيف قوي، وممكن تحط عليها لون، يعني كده ممكن او ده كده. وممكن ده. ايه بس دي الاحسن بتمسك فيهم؟ بقى ضوافرها ايه الفرق اكتر. ما بينهم؟ ايه الاحسن فيهم الاحسن الافضل؟ فيهم والافضل اللي انا برجحه طبعا التريتمنت، تريتمنت سواء ساده او ملون. بلون، بس طبعا ده بيبقى بيخلي الضوافر قويه جدا جدا جدا، يعني يعني هو صعب عشان انها تتكسر اصلا. معالج اكتر يعني، انت مثلا بتفضليه طبعا علشان بيعالج اكتر اصل بيبقى الجيل كويس؟ بولش العادي اللون العادي لو اتحط على الضوافر هو مش بيعالج في حاجه، هو بيحميها بس من ميه انها مجرد تتكسر شكل بالظبط، ولون. شكل ولون، بتبقى محميه من ميه انها تتكسر شويه. لكن التريتمنت لا بيعالج، بيبقى بيعالج. مخليها اقوى، بتطول اسرع طب كده. حلو جدا. واجهتي بقى صعوبة وانتي بتتعلمي الحاجات دي او انتي يعني بتعمليها، ولا كان الموضوع سهل؟ لا خالص مفيش حاجة سهلة، كل حاجة اولها لازم يبقى صعب. واجهت صعوبة طبعا جامدة، وانا كنت بعمل نفسي طبعا، انا مش يعني مش مالكة ايدي، مش مالكة نفسي، فطبعا لا في طبعا بتعور مش عارفه ايه الصعوبات طبعا اللي بتواجهني، ممكن ما يطلعش مظبوط في الاول، اخدت وقت عبال ما ابتديت اعرف انمي نفسي ان انت واظبط نفسي صح تظبطي الدنيا وتبقى بالظبط كده شكلها لائق وشكلها كويس. بالظبط. كل واحد بقى بيثبت على على الايد قد ايه؟ كل الثلاث انواع دول؟ التلاتة الطبيعي بتاعهم من 3 أسابيع لشهر، في ناس ممكن تقعد اكتر من كده، يعني في ناس ممكن تقعد اكتر من الشهر، بس بتبقى على حسب نمو ضوافرها، يعني ممكن الضوافر بتاعتها تبقى النمو بتاعها صعب شوية، يعني هي بتطول بطيئة قوي، في ناس كده فتاخد كتير. معاها وقت طويل انها تيجي تعمل الريفال الاعادة بتاعتها. كلارا انت خدتي كورسات خدت ولا انت كورسات؟ اكتفيتي بتعليم نفسك لا كورسات؟ لا كورسات، مع ان انا اصلا قبل الكورسات كنت بنمي نفسي، وبعد الكورسات في حاجات، يعني في حاجات اتعلمتها في الكورسات طبعا، وفي حاجات من انا نفسي انا اللي بعملها بنفسي وانا اللي بتعلمها لنفسي، السوشيال ميديا بقى والحاجات ايوه دي اليوتيوب بقى بالظبط، وكده. بنمي نفسي بنفسي يعني، ما بقفش في بس حتة واحدة انتي حابه انك تتعلمي علشان كده نجحتي في الموضوع ده. جدا. لو كده ما كنتيش ممكن كملتي فيه. لا انتي اكيد عشان لو حاجة مش حباه. حباها ما كنتش كملت فيها، بس انا عشان بحب المجال ده جدا، فيعني عافرت عشان خاطر اوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي. ربنا يوفقك يا رب. ميرسي. قوليلي بقى، ان انا شايفه ان الضوافر مثلا كل شكل فيه مربع، في اللي هو مسحوب ببوست كده، ازاي البنت تقدر تختار شكل الضوافر المناسب لايديها؟ في ناس تيجي هي مختاره الشيب بتاعها، هي عارفه ساعه ما مثلا ضوافرها بتبقى طويله شكل الضوافر على ايديها ايه اللي بيليق، وفي ناس تيجي تقول لي انا مش عارفه ايه اللي هيليق على ايدي، فانا ببص للضوافر، ببص منظر الايد، رفيعه تخينه الكلام ده، وبقول لها الضوافر اللي هتليق على ايدك ضوافر الفلانيه مثلا مربعه المدوره، وفعلا بتطلع يعني في طيب محلها انا ايدي مظبوطه. اهي بقى، ايه شكل الضوافر اللي يليق عليها؟ انا يليق دي على مربعة. ايدك المربع اللي حضرتك عاملاه، ويليق على ايدك جدا اللي هو المدور المسحوب، اللي هو مسحوب بس مش شوية ببوز، بس لا مش مدور مسحوب، كده لا يعني السحبة بتاعته مش رفيعة، سحبته على عريض شوية مدور. عارفاها. بالظبط، الاتنين خلاص دول احنا يليقوا كده قوي. بعد الحلقة بقى نشوف الموضوع تحت ده امرك حبيبتي. اكيد. ايه الادوات اللي بتستخدميها علشان ترسمي بيها او تعملي الاشكال؟ انا شايفة كان في شكل زي باندا كده على الضفر اللي جبناه في الاول. على الرنوب فبتعملي يعني بتعمليها ازاي الموضوع ده؟ اخد معايا يعني وقت عشان اتعلم برضو الرسم ده، في حاجات خاصة طبعا للرسم، فرش رفيعة قوي قوي قوي، عايزة اقولك يعني بتعذبني في الرسم جدا، بس هي دي احسن حاجة يترسم بيها، وفي طبعا الوان خاصة اصلا للرسم،
يعني مش الالوان اللي احنا بنحطها في الجل هي دي اللي متاحه وممكن نرسم بيها، لا طبعا الوان خاصه جدا جدا للرسم. انا بلاقي في بنات كتير عارفه اللي هو اللزق، شريط اللزق ممكن يحطوه على صوابعهم على الضوافر ويرسموا ويعملوا اشكال، وساعات بيبقى فيه لزق ملون كده بشوفه على رفيع. اليوتيوب الرفيع عشان يخططوا بيه. بتعملي انتي بالحاجات دي ولا بصي لا؟ انا بعمله، هو عندي وبشتغل بيه، بس يعني ما بيقعدش كتير، في حاجات احسن طلعت واحدث، لكن اللزق ده ما بيقعدش كتير. ممكن نعمل زي ما حضرتك قلتي اللي هو نحطه مثلا، نحدد خطين او حاجه حاجة ونقوم بسيطة. شايلين، لكن ان هو يلزق ويفضل على الضوافر ما بيقعدش كتير. الفترة اللي فاتت كده كان انتشر شوية فيديوهات او صور ان بنات كتير كل ما بتيجي تشيل الجل بوليش مثلا وبرضو الاكليريك، تمام انتي مش بتشتغلي اكليريك لا صح؟ لسه ما بدأتش فيه. هو الاكريليك صعب، مش صعب شغل، صعب على الضوافر. يعني الجل اخف كتير على الضوافر، عشان مش المادة بيدمرها. بتاعته بسيطة. الاكريليك حاجة باودر ليها ليكويد معين، الاتنين لما بنخلطهم على بعض وبنحطهم على الضوافر، عارفة سوري يعني زي الاسمنت، الجبس، حاجة كده تقيلة قوي غير الهارد خالص. الهارد اخف بكتير، المادة بتاعته زي ما قلت لحضرتك لزجة كده خفيفة، وخفيفة انها تتشال لو هي ضوافرها طولت تحتيها وعايزة تسيب ضوافرها. البنات بقى كانت بتنشر ايه، ان مثلا لما بتيجي تشيلي الاكليريك او الجيل بوليش او الحاجات دي بيبقى الضوافر مزرق وبايظ، هل فعلا الجيل بيعمل كده اللي انت بتستخدميه؟ لا وعامة الجيل بوليش او الاكليريك مين؟ يعمل كده في حالة واحدة، لو اللي بتشتغل مش عارفة تشتغل صح، تقفلها مش صح، الستيب بتاعتها الأولانية ما خدتهاش صح. يعني في حاجات لازم بتتاخد في الأول، لازم يعني نبتدي خطوة بخطوة، لو سبت خطوة منهم الدنيا هتبوظ على طول، على طول لازم هيحصل في ضوافرها حاجة. فهي خطوات ما ينفعش أوقع خطوة منهم، بالظبط. لأن في ناس جات لي فعلا ضوافرها تيجي تقولي أنا ضوافري أنا كنت عاملة في حتة تانية هارد جل وضوافري بايظة بايظة خالص، متدمرة وخفيفة وبتتكسر كل ما تطول. ده بيبقى عيب اللي بيشتغل، بينسى لازم خطوة. ينسى خطوة، ممكن ما ينظفش كويس وهو بيحط الطبقات الأولانية، دخل هوا ما ينفعش يدخل هوا، أي حاجة تدخل ما بين الطبقات على طول يحصل حاجة للضوافر وما تبقاش طبيعية. طب ازاي هيمنع الهواء من الدخول؟ يعني انت بتعمليه دلوقتي ضفري واهو في هواء، لا طب ما ازاي؟ هو في هوا، بس احنا لينا سحبة معينة في الفرشة بتاعة المانيكير، ما بنسحبش يعني تكنيك بطريقة معين كده. بالظبط، ما بنسحبش بطريقة معينة عشان خاطر الهوا ما يدخلش. قولي لي بقى من واقع خبرتك بقى في الضوافر والموضوع الجميل ده اللي انت فيه، ايه الروتين اللي البنات تعمله علشان يحافظوا على ضوافرهم الطبيعية بقى؟ بصي اكتر حاجة تضر الضوافر الطبيعية لو هي مش هتعمل كل ده، المية السخنة اللي احنا ايدينا في المية السخنة طول النهار، على طول تلاقي ضوافرك اتدمرت زي بشرتك بالظبط، حساسة جدا الضوافر بتبقى حساسة، لازم عشان نهتم بيها على طول ننضف ضوافرنا، ما ينفعش نسيبها، ما ينفعش نحط مانيكير ونسيبه مقشر ما نشيلوش، ما هو تقشير المانيكير ده هيضعف القشرة الأولانية بتاعة الضوافر. في وصفة معينة مثلا عشان لو واحدة ضوافرها ضعيفة وعايزة ضوافرها تبقى قوية شوية، ليمون، تجيب ليمونة تقعد تدعك في ضوافرها فعلا شوية بيقوي الضوافر. جدا، لا تجربة حلوة قوي. نحط على طول مقوي أظافر، على علشان طول مقوي أظافر بس يقويها. هتبقى كويسة انت جدا. كمان مش خبيرة في الضوافر بس، انت كمان خبيرة في الرموش. قوليلي بقى ايه الفرق ما بين الرموش الوان باي وان واللي هي القطعة الواحدة؟ لا الوان باي وان حاجة والقطعة الواحدة حاجة. القطعة الواحدة ما تتحطش بالجلو اللي احنا بنلزق بيه، اللي هو بيقعد برضو من 3 أسابيع لشهر، ده بيتحط يوم عادي وبتتشال. لكن الوان باي وان بتتحط ما بين رموشنا عشان تبان انها ناتورال جدا تبان ان هي طبيعية بالظبط وكأنها كأن رموش دي طبيعية. رموشنا. في ناس تحبها تبان رموش كتير، في ناس تقولك لا انا عايزاها تبان كأنها بسيطة. رموشي بس،
تقعد بتثبت برضو قد ايه؟ من 3 أسابيع لشهر من 3 أسابيع وبيتعمل لها إعادة. لشهر. هل هي بقى صعبة في عمايلها؟ يعني برضو ان بتلزقي بين الرموش الطبيعية، صعبة ولا مثلا بقت سهلة معاكي بالممارسة؟ لا هي مش سهلة، هي بتاخد وقت جامد، بتاخد مجهود جامد جدا، لان انتي عشان تطلعي الشكل اللي هي الرموش تبقى مسحوبة ما تبقاش مكلكعة واحدة طالعة واحدة نازلة، طبعا بتاخد وقت ومجهود جامد جدا عشان تطلع بالشكل اللي هي عايزاه. هل هو الوان باي وان دي بتبقى رسمة واحدة وبتحطيها على كل العيون ولا لكل عين رسمة؟ يعني مثلا في عيون مبطنة، في عيون جحظة، في عيون مدورة مسحوبة، يعني أشكال العيون كتير، اه طبعا، فيعني واحدة بقى وبتمشي على الكل ولا لكل حاجة حاجة؟ لا لكل عين رسمة طبعا، في ناس عينيها مثلا تبقى من قدام خفيفة زيادة فبنتقل من قدام وبنسحب على ورا، في ناس عينيها من ورا عايزة بس اللي تقيل من قدام ما فيش زي الكات كده، يعني تبقى عينيها شبه عين القطة فبنحط ورا بس ما بنحطش قدام كتير، تبقى حاجة خفيفة، كل عين وليها رسمتها. طب ايه الرموش اللي تليق على العيون الجاحظة؟ بصي على حسب لما اشوفها، بس هي اللي هي الرموش اللي بيبقى تليق، العين انا خارجة فاهمه بره اه شوية، طالعه شويه، دي بيبقى احسن حاجه ليها ان الرموش تبقى تقيله تقيلة. عشان اه عينيها تبقى تحس ان هي عينيها مش طالعه لبره، بقت عاديه كانها عين طبيعيه داخله لجوه عادي، لكن الرموش الخفيفه مش هتديها الافكت اللي هي عايزاه، مش هتبقى حلوة عليها. لا هتبقى عادي منظر عينيها زي ما هو. طب والعيون المبطنة يعني بيتحط لها رموش خفيفه خفيفة، طب عشان ما اشمعنى؟ تقفلش العين. صح، علشان يعني لو دولت كبار يبقى هي اه بقى بالظبط، خفيفة نحط كده. حاجه خفيفه خالص عشان عينيها ما تقفلش، اللي هو ما يبانش اصلا عينيها من الرموش. هل فعلا بقى لما الرموش دي الوان باي وان بتيجي تتشال او بتقع، بتقع معاها الرمش الطبيعي؟ ممكن طب هي يعني ما كده مش اقدرش اقول غلط؟ لا، ممكن توقع الرمش الطبيعي. يعني بصي في ناس بتحب الرموش على طول اللوك ده على طول، اللي هو ما بتحطش ماسكارا ما بتحطش كحل بتنزل كده على طول، فدي تستسهل. بتعمل بالظبط بتعمل الإعادة كل شهر بتاعتها. في ناس تقول لك لا انا عايزاها مثلا عروسة مثلا لمدة شهر بس كفاية، بتعملها لمدة شهر وبتسيبها تقع لوحدها، ما ينفعش تشدها، تقع بقى في حالة واحدة لو هي الرمش بيطلع على طرف العين من فوق، لو هي مسكته شدته فهي بتشد الرمش العادي مع رمشها الطبيعي، فده ما ينفعش. هل بقى في عرض كده، علشان احنا خلاص داخلين بقى او احنا اصلا خلاص في موسم العرايس، في عرض انت تحبي تقدميه للمتابعين؟ هو انا في عروض المفروض كنت هنزلها قريب برضو فعلا، يعني عشان العرايس وده موسم وكده، قولنا عليها. فهقدم عرض دلوقتي العرايس بالذات اللي هم خطوبة او فرح، الهارد جل هعمله لهم بسعر اقل من الاسعار اللي انا بنزلها ان شاء بالجل الله بولش ان والرسم. شاء الله. ما بتفكريش كده ان انت مثلا تعملي سنتر يكون متخصص في الموضوع ده؟ او كلمينا كده، قولي لنا ايه حلمك، يعني انت عايزة ايه؟ بحلم طبعا يكون لي مكاني الخاص ان شاء باسمي الله. باسم البراند اللي انا بعمله بقدمه، ده حلمي فعلا الوحيد، بحاول ان انا اسعى عشان اوصل له، بس كده فربنا يسهل واعرف افتح المكان ده. ان شاء الله باذن الله هتفتحيه، وهيبقى تقريبا انت يعني من الناس القليله اصلا اللي بتعمل كده، يعني اللي هو الهارد جيل اللي مش عارفه ايه، بيبقى بيوتي سنتر كبير متخصص في كل حاجه، بيبقى عنده القسم ده، اه لكن انت لما تفتحي مثلا بيوتي سنتر للموضوع ده بس، هتبقي طبعا هيبقى حاجة مختلفة طبعا متميزه خالص، ومختلفه فعلا. ده حقيقي. قوليلنا بقى انت يعني ايه الحاجات الصعبة اللي واجهتيها في الموضوع ده؟ مفيش حاجة غير ان بس عايزة شغلي يبقى كويس، عايزة اتطور من نفسي اكتر، مفيش حاجة صعبة قوي واجهتها غير في الاول خالص اول ما ابتديت ان انا اطلع شكل الضوافر مظبوط، ما طلعش فيها حاجة عيب، الضوافر تقع مع زبونة مع عروسة، يعني طبعا لازم يكونوا هم جايين واثقين ان هم هيطلعوا فعلا بحاجة حلوة تمام. بس.
اكيد طبعا الثقه يعني لازم يبقى فيه في التعامل ثقه، ما ينفعش ان الشغل يعني طبعا يبقى اي كلام وخلاص، لا اكيد طبعا طبعا. ما ما هو ينفعش. انا لو هم مش واثقين فيا انا ما كنتش وصلت برضو اللي انا فيه دلوقتي، لا لا انت ما شاء الله عندك فالحمد متابعين لله على كتير. كده. ما شاء الله، انا بشكرك على وجودك معانا بجد، شرفتينا ونورتينا ميرسي. وفهمتينا كل حاجه. يعني في ناس كتير اصلا ما تعرفش يعني ايه الهارد جيل تريتمنت، انا الصراحه ما كنتش عارفاهم، فانتي برضو يعني اديتينا معلومات قيمة. بشكرك على وجودك معانا ميرسي ميرسي وان لك، شاء الله شكرا. تحققي كل اللي نفسك فيه. إن شاء الله. هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.